يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على معظم محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 37-18، الإسكندرية 25-19، مطروح 24-20، بورسعيد 26-23، والإسماعيلية 28-16، إلى السويس 29-18، العريش 25-16، طابة 25-16، شرم الشيخ 31-23، والغردقة 32-21، وإلى الأقصر 34-16، أسوان 34-17، الوادي الجديد 31-16، حلايب 30-21، وشلاتين 31-21. والآن نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.